بسم الله. خليني احكي عن شيء بنسميه التاءات الثلاث، بالذات في الحياه الزوجيه وفي الحياه الاجتماعيه بشكل عام. هو من اهم الموضوعات اللي لازم طفلي او يتربى عليها ويشوفها في بيئته في محيطه، سواء في البيت او في المدرسه، لكن في البيت كثير مهمه عشان يكون جيل جديد سوي سليم منتج متعايش سعيد يعتز بكل شيء. التاءات الثلاث اللي نحكي عنها، وأرجوكم الأزواج والزوجات، الآباء، الأمهات، الشباب والصبايا، المعلمين، المعلمات، كل أفراد المجتمع، عالم الكبار نهتم فيه. تاءات ثلاث: تعاون، تفهم، وتحاور فيما بيننا. هدول التاءات الثلاث هي القواعد الأساسية في أي منظومة بشرية آمنة سليمة. تخيلوا معي، ندخل على البيت عشان نشوف المشهد التالي: طفل صغير عم بيشوف والده والدته، بينهم تعاون، يا حبيبي الله يرضى عليك، ساعدني، مشغولة، لو تعمل لي كذا، حبيبتي، ولا يهمك. طبعا في تعاون ما بين الزوجين. لما الطفل الصغير أو الشاب أو الصبية يعيشوا بهذه الأجواء، في أجواء من التعاون بين الزوجين، أعتقد بأنه لن تفارق الابتسامة محياه. بالعكس، شوف المشهد المزعج: بتقدر بس تساعدني، انا بدي ادرس الاولاد، بتقدر بس تشوف لي، والله شوفي الغاز، مثلا كمثال. شو انا ما لي دخل، هذا شغلك، انا شغلي برا البيت، شغلك انت جوا البيت. هذا المشهد من اللا تعاون اللي بيولد التوتر، يولد الفرقه، يولد الضغينه، وقد يولد الكره بين الزوجين، امام الاطفال خطير. حتى انا كزوج او زوجه لا اشعر بالسعاده ببيت مفقود فيه مبدأ التعاون. كثير عم بسألوا شو دور الزوج ودور الزوجة، بنقدر نفصل بين أدوار الزوجات وأدوار الذكور والإناث كأزواج؟ الجواب لا، لأنه التربية والتنشئة البيتية في البيت 100% على الزوجة و100% على الزوج. يعني حتى أنا لا أؤمن بأن دورك 1-2-3-5-10-100 ودوري أنا 1-2-3-5-10-100، دوري أشتغل أجيب فلوس، دورك تدرسي وتطبخي وإلى آخره. هذا تعاون، تعاون بالكامل، زي ما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويغسل طبقه، تعاون بالكامل. التاء الأولى تعاون، التاء الثانية تفهم. إحنا بشر، ترى زوجتك بشر، زوجك برضو من البشر، والبشر احنا بتمر علينا حالات من التعب الجسدي او التعب النفسي او المرض او الحالات الخاصة عند المرأة وعند الرجل، بتعرفوا شو قصدي؟ فيجب ان اكون متفهم لحالة اللي امامي، زوجتي وزوجي بالذات. بعرف مثلا زوجي من النوع اللي شوية بنزعج من بعض المواقف المتعلقة ببعض الاصدقاء مثلا، فما في داعي لما هو يكون منزعج أنا أنزعج، لا أنا بدي أكون متفهمة للموقف اللي فيه زوجي. طبعا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم بحاوره إلى آخره. نفس الشيء مع الزوج، أنا بدي أتفهم زوجتي، بدي أتفهم إنها مضغوطة بالعمل، مضغوطة بعمل البيت، ربما تكون زوجتي عاملة وبترجع للبيت مع الأبناء بتساعدهم وساعدهم فبدي أتفهم الحال اللي فيها زوجي وزوجتي، ويعيش الأبناء هذا الحال من التفاهم. بدي يعيش الأبناء إنه أنا بابا حكي مع ماما شوية كانت منزعجة، فبابا أخذني هيك على جنب وقال لي ماما بهمش، إحنا متفهمين، إنه الله يعطيها العافية، مريضة شوية وماما منحبها. فهذا الجو لازم يعيشه طفلي. والموضوع الثالث التحاور. التحاور أساس لبناء جيل سليم. إحنا عم نحاور بعض، إحنا عم نناقش بعض، حوار ذكي، مش حوار الطرشان، حوار يتقبل فيه الإنسان الاختلاف ويحترمه، عشان يطلع عنا جيل جديد قادر إنه يصنع السعادة لنفسه ولأمته وللبشر أجمعين.